يمر الآن من أمام المنصة المجموعة الأولى لخريج الكلية الحربية. المجموعة الأولى لخريج الكلية البحرية. المجموعة الأولى لخريج الكلية الجوية. المجموعة الأولى لخريج الكلية الفنية العسكرية. أهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور، وأنا معكم محمد الباز. اليوم أيضا يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ليشهد تخرج طلاب الكليات العسكرية الست. السنة دي الحقيقة في تقليد جديد، لأنه كان كل كلية على حدة بيبقى ليها حفل تخرج، لكن كما عرفت أنه يعني كان هناك اقتراح عززه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يكون تخريج الدفعات كلهم في احتفال واحد، وده يبدو أنه بدافع برضو يعني ضغط النفقات. النهاردة تم تخريج دفعة من طلاب الكليات العسكرية. احنا عندنا دفعة 112 حربية، دي اللي هي دفعة المشير محمد حسين طنطاوي، ودفعة 69 حربية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، ودفعة 85 جوية دفعة اللواء أركان حرب مصطفى شلبي الحناوي، ودفعة 55 فنية عسكرية ودي دفعة المشير محمد عبد الغني الجمصي، ودفعة 46 دفاع جوي، ودفعة 47 من المعهد الفني للقوات المسلحة. الاحتفال زي ما حضراتكم شفتوه ورصدتوه في حالة تعبر عن حيوية البلد، لأنه الحقيقة في الأوقات المستقرة الكليات العسكرية بتطلع ولادها بعقيدة واضحة جدا بأنك طالع تدافع عن أمن واستقرار هذا البلد. في الأوقات كمان اللي مش مستقرة بقى زي اللي احنا عايشينها، منطقة ملتهبة متقلبة، بلد يعني يتحرش بها كثيرون على حدودها ومن داخلها يريدون تقويضها من الداخل، فبيطلع الطالب من الكلية العسكرية وهو محمل برسالة وبهدف واضح جدا أنه خارج يهب نفسه للموت وللشهادة في سبيل هذا الوطن. كل ولادنا اللي حضراتكم شايفينهم النهاردة وأهليهم فرحانين بيهم وبيحتفلوا بيهم وبيتصوروا معاهم وخارجين لمستقبل يعني مشرق، كل واحد فيهم النهاردة في خياله أنه خارج ليكون في خدمة الوطن، وخارج ليكون على استعداد كامل أن يقدم روحه لبقاء هذا الوطن. اللافت في الانتباه أنه هذا الاحتفال بتخريج طلاب الكليات العسكرية بيتزامن مع احتفال مصر بعيد ثورة 23 يوليو 52. وأنا هنا أتوقف في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عند مقطع مهم جدا، وهو يحيي فيه يعني قيادات مصر السابقين وتحديدا اللي كان ليهم دور في ثورة 23 يوليو. يعني اسمعوا الرئيس كده هو بيتكلم عن عبد الناصر والسادات ومحمد نجيب. في ثورة يوليو المجيدة نذكر بكل الإعزاز أسماء الرجال الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم من أجل هذا الوطن الغالي. نذكر اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قائد الثورة،
الذي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية. نذكر كذلك اسم الزعيم الراحل أنور السادات الذي بذل حياته ذاتها في سبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامته وحماية أراضيه، والرئيس الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة. نقول إن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلا بعد جيل يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة، وإن هذه الراية لن تنتكس أبدا بإذن الله وبفضل عظيمة هذا الشعب وأصالته. ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المقطع من كلامه يشير إلى أننا أمام قيادة تعي أدوار القيادات السابقة بحق. يعني إحنا دلوقتي في احتفالنا ب 23 يوليو قدامنا حالة من الجدل السخيفة حوالين عبد الناصر، ناس بتهاجم وناس بتأيد، ناس بتقيم بشكل إيجابي وناس بتقيم بشكل سلبي، وبيتخانقوا وكأنهم عايشين أيام عبد الناصر ومختلفين عليه. هنا القيادة السياسية والقيادة العسكرية بتعي أنه جمال عبد الناصر قائد ثورة 23 يوليو، الراجل بذل قدر، وخلي بالكم من التعبيرات لأن هنا التعبيرات دقيقة جدا لكل واحد من الثلاث. يعني عبد الناصر كما يراه عبد الفتاح السيسي بذل قدر ما يستطيع من أجل وطن مستقر، وكان يخطط للوصول إلى العدالة الاجتماعية. وأعتقد هنا الذي صاغ هذا الخطاب معبرا عن أفكار عبد الفتاح السيسي دقيق جدا، لأنه الإنجاز الحقيقي والكبير والأساسي اللي عمله عبد الناصر بالإضافة إلى استقلال البلد أنه حاول يشتغل على مشروع العدالة الاجتماعية بشكل كبير. فهنا وعي. لما اتنقل للسادات قال أنه يقدر عند السادات أن هذا الرجل قدم روحه فداء لهذا الوطن بقناعة تامة، لأنه هو الرئيس السادات لما دخل الحرب كان مقتنع أنه هذه الحرب هي التي ستخلص مصر من الاحتلال الإسرائيلي، ثم عندما أقدم على خطوة السلام كان مدركا بوعي أن مصر محتاجة للسلام، حش بيحارب لحد يوم القيامة. لما جه للرئيس محمد نجيب حيا فيه أنه لبى النداء بشجاعة، لأن أنتوا عارفين أنه هم مجموعة ضباط الأحرار اللي كان على رأسهم جمال عبد الناصر ورفاقه اللي اشتغلوا وخططوا وكانوا بيستعدوا، وجاء محمد نجيب في لحظة ليكون واجهة لهذه الثورة. كان يمكن أن يرفض، كان يمكن أن يحتج، كان يمكن حتى أن ينحاز للجهة الأخرى، لكن الحقيقة محمد نجيب كما وصفه عبد الفتاح السيسي لبى النداء بشجاعة من أجل هذا الوطن. وكأني اليوم أسجل أمام حضراتكم رؤية رئيس مصري في رؤساء سابقين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية. كان لافت جدا برضو، ودي من الحاجات اللي تخليك باصص للجيش وقياداته بشكل من الـ يعني ايه، خلينا نخرج عن الكلام السياسي الاستراتيجي ونتكلم عن الجيش كده بلغة ولاد البلد، انك القيادات الجيش ناس عندها اصل، يعني لا ينكروا دور احد ادى ولو مشهد صغير جدا في الحياة السياسية والعسكرية المصرية. ولذلك النهاردة بعد 42 سنة من وفاة العقيد أركان حرب يوسف منصور صديق بيمنحه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قلادة النيل في تكريم تأخر كثيرا عن هذا الرجل. مصريين كتير جدا يعرفوا اسم يوسف صديق، ويوسف صديق واحد من مش بس من رجال ثورة 23 يوليو، لا واحد من أهم، يمكن هنا قدامنا السيدة ليلى صديق ابنته بتتسلم قلادة النيل من الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريما لوالدها، إنه هذا الرجل لم يكن فقط من قيادات
23 يوليو، ولكن كان واحد من الأعمدة الأساسية التي قامت عليها الثورة. ليه؟ لأنه إحنا ليلة 23 يوليو اتحددت ساعة الصفر بالساعة 12، فقبل ساعة الصفر بشوية تم تقديم يعني تأخير الميعاد، فبقت ساعة الصفر الساعة 1. ما راحش هذا الخبر ليوسف صديق، فتحرك برجاله، وكان قيادات الجيش عاملين اجتماع في مركز القيادة اللي هو يعني بقى مركز قيادة الثورة بعد كده. هذا المركز اللي كان قاعد فيه قيادات الجيش كانوا يخططون بعد أن وصلتهم أخبار الضباط الأحرار وأخبار خروجهم في ثورة على الملك وعلى قيادات الجيش الفاسدة، كانوا بيخططوا هيروحوا يقبضهم مع الضباط الأحرار ويوجهوا ضربة استباقية إجهاضية لهذه الثورة. فتحرك يوسف صديق لأنه كان يعني مبكرا، فدخل وألقى القبض على هذه القيادات التي كانت تخطط للقبض على الضباط الأحرار وعلى قيادات هذه الحركة، وكأن الله ساق هذا الرجل في هذه اللحظة لينقذ بقى، مش ينقذ قيادات ضباط الأحرار، لا ده ينقذ ثورة كاملة وينقذ تاريخ من الاستقلال هذه الثورة حققته بعد كده. فالنهاردة الحقيقة لما بيتم تكريم يوسف صديق بيتم تكريم للمعنى، لان انا هقول لحضراتكم صحيح يوسف صديق استقال مشي من مجلس قياده الثوره تقريبا بعد 7 شهور، لانه هو الراجل كان عنده قناعات معينه. لكن مثلا لما اتكلم بعد كده وليه حوار في مجله روزا اليوسف من الحوارات الشهيره، قال حاجه انه الجيش في 23 يوليو كان قد وصل لحالة من النضج التي وعي معها أن رسالة هذا الجيش هي أن ينحاز دائما وأبدا إلى الشعب المصري. وأعتقد أن هذه العقيدة انحياز الجيش للشعب اتكونت مبكرا جدا، ولذلك في يناير لما الشعب قال فين الجيش، الجيش نزل عشان يسنده. في 30 يونيو لما الشعب قال فين يا جيش، الجيش ما بينزلش، فنزل الجيش يحمي ثورة الشعب. فهذه العقيدة تكونت منذ سنوات طويلة. كان واحد من اللي لفتوا الانتباه ليها العقيد أركان حرب يوسف صديق لما قال انه الثورة قامت، ثورة 23 يوليو دي قامت لما وصل الجيش وقياداته الى درجة من النضج التي جعلتهم على درجة من الوعي بان دور الجيش هو حماية الشعب، دور الجيش هو الانحياز للشعب، دور الجيش هو تنفيذ مطالب الشعب. فالحقيقة هذه يعني لقطة ولافتة ومشهد جدير بالتسجيل، إن هذا الرجل بعد كل هذه السنوات، مش عايز أقول من الإجحاف لأنه هو برضو تعرض إلى محاولات كتير جدا من إنكار دوره، النهاردة بيجي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحط أمور كتير في نصابها ويخرج هذا الرجل ويخرج اسمه ويخرج دوره أمام الناس ويقول يا جماعة إحنا بنمنح يوسف صديق قلادة النيل اللي هي يعني أكبر تكريم في مصر لاسم هذا الرجل. طيب احنا معانا السيدة ليلى صديق يا جماعة. طيب جهزوها لنا، لأنه هي النهاردة حصلت على هذه القلادة، وأعتقد أنه ليلى صديق محدش النهاردة فرحان زيها ولا الدنيا سايعاها، لأن هي كتبت كتير واتكلمت كتير عن دور والدها في ثورة 23 يوليو. طيب زي ما عين عبد الفتاح السيسي على ما قدمه السابقون، هو وجه رسالة لشباب الخريجين من الكليات العسكرية، القيادات الجديدة، الأبطال الجدد، الرجال الجدد اللي هم خارجين لمعركة كبيرة، وأعتقد إن هم بيعوا تماما دورهم ومسؤوليتهم ومهمتهم في هذه المعركة. نشوف الرئيس قال إيه لولاده النهاردة خريج الكليات العسكرية. احنا هنا في الكليات ديت بنقوم بمهمة مهمة قوي تعرفوها، مهمة عظيمة جدا. احنا بنعرفكم انفسكم، احنا بنعرفكم انتوا مين وقد ايه الشباب قادر على امور لم يكن يقدر او يتوقع ان هو يعملها.
انا عايز بس اقول لكم في النقطه دي حاجه حطوها قدام عينيكم لو سمحتوا. انا بتكلم على كل الكليات العسكريه وحتى شباب مصر، اعرفوا انتوا مين، لانك انت لما هتعرف انت مين هتبذل الجهد عشان تحسن من هذه المعرفه، عشان تحسن من قدرتك وقدراتك. لان لو احنا ما انشغلناش بانفسنا هننشغل بحاجه تانية، هنبقى دايما قاعدين انا بكلم للجيش وللشرطه وللشعب، اعلم من انت، اعرف انت مين. مش مهم قوي ان احنا اتعودنا على انظمه وعلى تدريب وعلى امور اخرى، لكن بالنسبه لكم انتم احنا خدناكم بفضل الله سبحانه وتعالى من ابناء الشعب المصري، وفي خلال مده زمنيه طالت او قصرت بقى في شكل تاني، بقى في فهم تاني، بقى في قدره تانيه. الامر ده ما بينتهيش بالتخرج، ده بدايه الامر هو التخرج اللي احنا فيه. يعزف عبد الفتاح السيسي في هذه النقطه على وتر نفسي. يعني هو بيقول احنا خدنا الطلبه وعلمناهم ودربناهم، لكن هو مهتم بانه خريج الكليه الحربيه وخريج كليه الشرطه اللي امبارح اتخرجوا، والمواطن المصري لابد ان يعرف من هو. الكلمه ممكن تبقى بالنسبه لك كلمه عابره، يعني يقول لك هو الرئيس يقول لك اعرفوا انتوا مين، اه ما احنا عارفين احنا مين. لا، ليس هذا المقصد. هو لما يجي يقول لك لازم تعرف انت مين، فلازم تبقى مؤمن بالدور اللي انت طالع تأديه. ايمانك بهذا الدور يساهم في نجاحك. يعني لما انت تبقى واخد المساله على محمل الجد وبتبذل مجهود واضح جدا وبتبقى مؤمن بالقضيه اللي انت بتشتغل عليها، فالنجاح مضمون. لكن لما تبقى ببساطه يعني مستهتر بنفسك ومستهتر بالشغل اللي انت بتعمله وشايف نفسك انه مفيش قضيه ومفيش رساله ومفيش هدف وكل شيء محصل بعضه وادينا طالعين نشتغل وخلاص زينا زي غيرنا، لا، ده اول طريق الفشل. فعندما يفتح افتح سيسي الان هذا الطريق ويقول لشباب الكليات العسكريه ويوجه كلامه لشباب الشرطه ويوجه كلامه للمواطنين انه كل واحد يعرف هو مين، وكانه ينبه يقول لك كل واحد يا جماعه لو سمحتوا يبقى مؤمن بدوره ومؤمن بانه يعني عليه مسؤوليه في هذا البلد، اولا مسؤوليه تجاه نفسه وبعدين مسؤوليه تجاه بلده. لو الناس ادركت اهميتها الاول فهتدرك انك لازم تبقى ايجابي في هذه الحياه وتقدم شيء ايجابي لهذا البلد. فعندما يقول الناس تعرف هي مين، وكأنه ينبه أن يعني يكون كل واحد مننا على قناعة بأن له دور مؤثر في معركة هذا البلد، سواء بقى معركة ضد الإرهاب، معركة بناء، معركة إصلاح اقتصادي، معركة مواجهة حروب نفسية ومعنوية زي اللي اتكلم عليه. وكان الرقم اللي قاله الحقيقة عبد الفتاح السيسي النهاردة عن الشائعات مفزع جدا. يسمعوا المقطع الأخير ده من كلامه. الخطر الحقيقي اللي بيمر ببلادنا وبالمنطقة اللي احنا موجودين فيها خطر واحد فقط، هو، وانا كررت الموضوع ده كتير وبكرره دايما عشان ننتبه ليه كلنا، الخطر الحقيقي هو تفجير الدول من الداخل. الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط، كل الامور ديت بتشتغل بمنظومه رهيبه جدا. الهدف منها حاجه واحده بس، هو تحريك الناس لتدمير بلدهم. اقول تاني، تحريك الناس لتدمير بلدهم. التدمير لبلادنا مش هيكون غير من جوانا، يعني نخلي بالنا وننتبه تماما لما يحاك بنا. أنا عايز أقول لكم السر، 21,000 شائعة في 3 شهور، 21,000 شائعة في ثلاث شهور. الهدف منها إيه؟ الهدف منها بلبلة، الهدف منها عدم استقرار، الهدف منها تضييع، الهدف منها إحباط. هنا رئيس الدولة بيمسك نقطة مهمة جدا على فكرة،
مهمة لأن إحنا اتكلمنا فيها والناس اتكلمت فيها والناس عارفاها، بس يمكن مش مدركة خطرها. يعني على سبيل المثال، كل يوم فعلا ومنصات التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأكبر والأهم والأضخم في صناعة وترويج شائعات كثيرة جدا عن كل شيء في مصر. يعني أنت 21,000 شائعة، وهذا رقم في 3 شهور، وهذا رقم بالمناسبة مش مبالغ فيه، مش مبالغ فيه، لأن أنت كل يوم كل يوم لما تقعد كده تتابع شبكات التواصل الاجتماعي بتلاقي سيل من الشائعات، تصريحات منسوبة لمسؤولين، كلام عن تعيينات لأبناء مسؤولين في أماكن، كلام يخص الرئيس، ما رئيس مجلس الوزراء، الجيش، الشرطة، الإعلام، الفنانات، الكتاب، يعني كل الناس بتطلق عليهم شائعات، أو كل الفئات بتطلق عليهم شائعات. مشكلة إيه؟ هقول لحضراتكم مثلا، لو إحنا جينا قلنا الموقف بتاع الرئيس جمال عبد الناصر لما وقف في خطاب رسمي يحذر الشعب المصري ويطالبه أن يتوقف عن التنكيت، لما طلع الشعب بعد 67 ينكت على الجيش، قال لهم يا جماعة أنتوا كده بتهدموا أبناء نفسية أبناء الجيش، توقفوا عن التنكيت. النهاردة المسألة متغيرة، أنه رئيس الدولة بيقف ليحذر الناس من تصديق الشائعات وترويجها وإعادة إنتاجها، لأنه هذه الشائعات لن يكون لها نتيجة إلا عدم الاستقرار ونشر الفوضى. وزي ما قال إنه البلد لما هتتهد من الداخل، ما قدروش علينا من بره، ولازم تبقوا عارفين. وقريبا جدا يمكن الناس أن تتحدث في تفاصيل مواجهتنا وحربنا على الإرهاب وإزاي وصلنا لنتائج مهمة جدا. ما قدروش يهزمونا من الخارج، فبلاش تخلوهم يهزمونا من الداخل.